اهلا بيكم في مكان الناس بتجيله من كل الدنيا تتفرج على الاسماك والشعب اللي ملهاش مثيل. اهلا بيكم في شرم الشيخ. اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا شبكه وصناره. احنا في شرم الشيخ والنهارده الجو احسن كتير. هعمل لكم ثلاث اكلات، طبق مكرونه وجمبري، وهعمل معاه سلطه. هبتدي اول حاجه بالجمبري. انا هعمل جمبري مقلي عادي خالص بالبيض والبقسماط، وهعمل معاه صوص يعني زي ديب كده، مكون من العسل والمسترد. ابتدي مكونات الجمبري. اول حاجه بقسماط ودقيق، طبعا جمبري اي مقاس، بس طبعا يعني يفضل ان هو من وسط في اكبر. بيض، بودرة ثوم، والصوص بتاعه هيبقى مكون من مستردة عادية خالص وعسل أبيض عادي خالص. تاني حاجة هعمل مكرونة بالتونة بصوص أحمر. هيبقى عندي نص كيس مكرونة بنا وتونة معلبات. يفضل إن احنا نجيب التونة اللي هي في المية مش في الزيت. وهستعمل معاها معلقتين صلصة طماطم وبصل وثوم وملح وفلفل وكمون. وآخر حاجة هتبقى سلطة الطماطم، أو يعني هي شرايح طماطم مكونة من طماطمية واحدة كبيرة تكون جامدة شوية، خل بلسمك، ثوم، ملح وفلفل وكمون، والجبنة البارميجان هحطها على السلطة وهحط منها على الباستا على حسب يعني على حسب الكمية اللي حضرتكم عايزينها. يلا بينا نبتدي نجهز خطوات الطبخ اللي هنعمله. أول حاجة هحط مية وأولع عليها واسيبها لحد ما ابتدي اجهز انا هعمل ايه. انا هبتدي اول حاجه بالمكرونه او الباستا. فهبتدي ايه، اقطع البصل. قبل ما اقطع البصل هجيب طاسه او يعني طاسه بايد احطها على النار. يفضل تكون طاسه ما بتلزقش. انا بعمل مكرونه بالتونه علشان عايز اوري حضراتكم ازاي تطلع المكرونه بالتونه من غير ما يبقى فيها طعم، اي طعم زفاره او اي حاجه، علشان عاده يعني ناس كتير طلبت ان احنا نعمل مكرونه بالتونه من غير ما تطلع زفر. الناس اللي جربوها طلعت زفر. انا هاخد نص بصله، علي النار هنا بس، زيت زيتون او زيت عادي. وزي ما قلت لحضراتكم احنا مش لازم نستعمل التونه اللي هي بتبقى محفوظه في الزيت، ممكن استعمل التونه اللي محفوظه في ميه. لو مش متاحه خلاص مش مشكله، ممكن اصفيها كويس قوي وبعدين اشطفها بشويه ميه تحت الحنفيه كده عشان تبقى ايه تمام. هقطع نص بصله. فكره ان انا هشوح البصل والثوم وبعد كده هشوح التونه فيها، هو ده اللي هيخليها تبقى يعني اي مثلا ريحه زفاره او ريحه مش مستحبه في التونه هتروح خالص، يعني البصل والثوم هيبتدي يمتص كل الريحه اللي مش مظبوطه فيها. وممكن تتعمل، انا هعملها مره النهارده هعملها بصوص احمر، والمره اللي بعد كده او مره تانية هعملها بصوص ابيض. اتاكد ان الزيت سخن كالعاده. طبعا ما دام حطيت بصل لازم احط ملح، واجيب هنا كده وابتدي. انا مش عايز ادبل البصل ده قوي، يعني عايز اخلي لسه فيه يعني مش زي ما اكون مش زي ما بعمل اي باستا تانية، هخليه شويه ما يبقاش دبلان قوي علشان انا عايزه يعني اوفر تيك، يعني ياخد اكتر من التونه، يعني يغطي على طعم التونه عشان ابقى مطمن تماما ان يعني مش هيبقى فيه اي ريحه. خلي دي هنا كده، وبعدين فص توم واحد هيكفي مش مشكله خالص، بس فص توم كبير هفرمه برضو كده صغير خالص. زي ما قلت لحضراتكم انا مش عايز البصل يدبل قوي، عايز يفضل فيه شويه ريحه. ممكن لو عندي بصل اخضر، انا عندي بصل اخضر، بس ممكن برضو لو حبيتوا تعملوها بصل اخضر بالذات، كمان الحتت اللي هتبقى يعني الفروع بتاعت البصل الاخضر الخضرة هتبقى مظبوطه قوي معاها. وبعدين والثوم تقريبا 30 ثانيه، وايه انزل فيها التونه، يعني نص بصلايه وفص ثوم و200 جرام تونه
علبة تقريبا، او يعني هي 175 ل 200، هي 175 لان الباقي ده بيبقى فيها بيبقى ميه. اظبط بس كده ايه. كل حاجه كده فاتت 30 ثانيه. هجيب شوكه بقى علشان انزل بيها التونه من غير احاول يعني احاول اتخلص من الميه دي. وطبعا يفضل او يعني هو 90% من اللي بيخلي التونه الباستا بالتونه تطلع فيها الريحه اللي مش مظبوطه دي، ان لو حد بيستعمل التونه المفتفته حاولوا تجيبوا التونه اللي هي قطعه واحده. هي دي كانت قطعه واحده بس لما حطيناها في الطبق اتفتفتت شويه، لان التونه المفتته بتبقى مش يعني لو بصيتوا حضراتكم مش هتبقى صافيه زي ما دي صافيه كده، يعني دي كلها لحم، التانيه ممكن يبقى عليها اي حاجه تانيه. التونه برده بس ممكن يبقى مفروم معاها اجزاء تانيه من التونه، هي دي اللي بتخلي فيها الطعم يبقى مش مظبوط. هنا وبعدين انا بقى اللي انا بعمله دلوقتي بحاول اخليها تبقى يعني مدخنه سنه، بمجرد ما البصل والثوم بيلفوا حواليها كده. ما ينفعش احط الطماطم دلوقتي، يعني لو حطيت طماطم ممكن بقى الطماطم تبتدي تشرب او يعني تاخد من ريحه التونه فتبقى مش مظبوطه. بصوا حضراتكم التونه كلها صافيه، فدايما لو هنعمل باستا بالتونه مكرونه بالتونه دايما نختار التونه القطع. ويا سلام لو في تونه مدخنه، التونه المدخنه بقى مفيش فيها مشكله خالص، ممكن تحط في الاخر خالص. عايز ابص على الميه لسه شويه، هفضل بقى اقلب فيها كده لحد لما احس ان كل حروف حتت التونه اتغطت او زي ما بنقول كده بالبلدي اتلسعت. يعني انا عايز ألسع كل الحتت دي اللي هي تاخد بس ايه سنه احمرار صغيره كده، وبرده افضل بالراحه عليها علشان مش عايز افتفتها قوي، عايز احس بطعم التونه وانا باكل. ممكن ازود لها شويه ملح تاني وفلفل اسود. بما ان دي هعمل ريد صوص فانا ممكن ما عنديش مشكله خالص ان انا استعمل فلفل اسود، وطبعا لازم تبقى حراقه، مش لازم يعني بس ما دام حاجه فيها سي فود يفضل ان هي تكون حراقه. فاخد قرن فلفل دلوقتي. على فكره الفلفل لما بيتحط على النار درجه الحرقان اللي فيه بتقل شويه، يعني هو لما بيتحط في النار درجه حرقانه بتقل شويه. انا هحط قرن كده، خليني بس مركز معاها. ايوه يعني بدات هي تاخد كده كده، انا لو شميت قربت من ريحتها خلاص الريحه اللي الناس بتتضايق منها في التونه بتبقى راحت. هكسر دي كده حتتين عشان برضو ايه كده. ممكن احط الفلفل دلوقتي، طبعا الفلفل ده اختياري بس انا ما اقدرش اعمل اي اكل سي فود او اي اكل فيه سمك او ايا كان، لازم يبقى لازم فيه سنه حراق. اخبار الميه ايه لسه شويه. الخطوه بقى اللي بعد كده، كده الزيت قليل شويه فانا ايه هزود بس مش كتير، تقريبا معلقه صغيره. هوسع كده هوسع التونه علشان اخلي في النص كده. طول ما هي التونه كده على الحروف برضو عماله تاخد نفس الفكره اللي هي ايه ان هي بتتشوح او بتتغلف تحمر تستوي. وسعت في النص هنا علشان اقدر اسوي او اسبك الطماطم. لو هعمل الكيس كله هاخد معلقتين، انا هعمل نص كيس بس فمعلقه واحده كفايه. دي كان مكانها تونه مفيش مشكله خالص. وبعدين اسبك اول لما ريحه الصلصه بتطلع يبقى انا كده خلاص، انا كده جاهز ان انا ابتدي هزود الميه. انا عايز الميه بدات تغلي، انا عايز اخد من الميه بتاعت المكرونه. طبعا هو اي حاجه تنفع يعني اي ميه تنفع اي شوربه تنفع، بس انا بحب ميه المكرونه عشان تدي قوام
للصلصة أو للصوص اللي أنا بعمله. لسه شوية بيبان ريحتها على طول، أول لما ريحتها تبتدي تتسبك بيبان. ممكن بقى أخد شوية توم وشوية بصل من اللي أنا حطيتهم على الجنب كده، أقلبهم مع الصلصة. سامع مزيكا جاية من كل حتة، جو كويس قوي النهاردة، درجة حرارة نزلت عن الفترة اللي فاتت، هي كانت في موجة بتروح وتيجي، فطبعا كل الناس على البحر دلوقتي بيتشمسوا. أحسن جو وأحلى شمس عندنا في مصر والله، يعني لو حتى الواحد لما بيسافر بيروح يعني ماليزيا تايلاند الحتت دي جو حلو قوي كل حاجة، بس رطوبة، يعني الواحد طول ما هو قاعد عمال بيعرق كده. ممكن ألف كله مع بعض، وبعدين فجأة في ماليزيا مثلا جو حر جدا درجة حرارة 40 ومطرة ملهاش حل. برضو علشان أحس إن أنا عامل حاجة فريش، هاخد طماطم، طماطم فريش، هشيل منها ال وأقطعها أي تقطيع كده وأحطها دلوقتي قبل ما أحط ال قبل ما أحط المية. تمام، نص كيس 200 جرام. المفروض وانا بحط المكرونه ما اعملش اللي انا عملته ده، كده مش مظبوط، المفروض ان انا اعملها كده عشان لو الميه طرطشت ما تجيش عليا تلسعني. وبعدين اقلبها مكرونه عاديه مسلوقه، ملح، كان المفروض احط الملح الاول بس مش هيحصل حاجه خالص دلوقتي، يعني هو كده ولا كده هيتبل وهيفتح المسام. وبعدين ارجع تاني لتقطيع الطماطم هنا. اي تقطيع على فكره، مش لازم حاجه معينه يعني، بس انا بحبها كده علشان تبقى ماسكه نفسها. واخد الميه وأقلبها برضو بالراحة، وعلى ما المكرونة تبتدي تستوي 7-8 دقايق هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، المكرونة بدأت تستوي خلاص، وأنا محتاج دلوقتي أني هاخد مية المكرونة علشان ازودها على الصوص وابتدي ايه، ابتدي اقلب كده. بعد ما اعمل الموضوع ده لازم ادوقها، لان انا حطيت ملح مره مع البصل وحطيت ملح مره تاني. هقلبها بقى كده، لو عايزين تخلوها لونها بينك شوية كريمة لباني، لو حاسين ان الصوص تقيل في عندكم حل من اتنين، يا تستنوا لحد لما المية تتبخر يعني الصوص يقصر او يتقل، او شوية يعني بولة صغيرة فيها معلقة دقيق شوية مية ساقعين قلبوها حطوها عليهم هتبقى هتمسك نفسها على طول. انا هسيب دي شوية كده لحد لما ادوقها، هدوق بالتونة كمان سخنة، مش محتاجة ملح، مش محتاجة أي حاجة خالص، محتاجة بس فلفل أسود، أزود عليها شوية فلفل أسود، وبعدين على حسب ما بتحبوا بقى، اللي بيحب الصوص كتير، اللي بيحب الصوص قليل. المكرونة جاهزة، طلع المكرونة كلها كده، مظبوط. كل شويه صوت المزيكا عمال يعلى، طفى خالص. اهم حاجه الناس تيجي عندنا تتبسط، دي اهم حاجه، يعلوا الصوت بقى يوطوا الصوت، المهم ان هم يبقوا مبسوطين. استغنى عن الحله دي حاليا، مش محتاجها خلاص. وبعدين اقلب زي ما انا عايز،
سلام. لو في بقى حاجه خضراء انا كده كده هزود عليها جبنه بارميزان، هشيلها دلوقتي واغطيها. انا عندي غطا هشيلها واغطيها، اسيبها بقى الروائح كلها تمتزج مع بعضها، وبعدين ابتدي سريع سريع في الجمبري. هشتغل جمبري، يبقى هجيب كاتنج بورد، سكينه ثانيه كده شويه. الموضوع سهل خالص. بيضه، التتبيل بتاع الجمبري ده زي ما تحبه، يعني تقدروا تتبلوا في الدقيق، وتقدروا تتبلوا في بالمناسبه الطريقه دي لو قشره وقعت منكم في البيض اسهل حاجه تطلعوها بيها بنفس القشره، عشان لو قعدتوا تجري وراها عامل زي الزي بقى، هتقعدوا طول النهار تلفوا حوالين الطبق لحد ايه ومش توصلوا لحاجه في الاخر. فانا ممكن اتبل هنا وممكن اتبل هنا. النهارده دي بودره ثوم طبعا، بتطير بس شويه من الهواء. الكميه اللي تحبوها، ملح، فلفل اسود. قبل ما انسى احط الطاسه على النار، طاسه صغيره، انا مش هعمل جمبري كتير، هعمل حوالي 7-8 جمبريات. احط طاسه زيت قليه عادي خالص، هعمل ديب فراينج، يعني هعمل هغطس الجمبري في الزيت. فهحط لحد لما املى الطاسه حوالي يعني اكتر من نص سنتي زيت، لان الجمبري اللي انا جايبه مش كبير قوي. اقرب الجمبري كده واجيب مضرب. زي ما قلت لحضراتكم التتبيل ممكن يبقى هنا ممكن يبقى هنا، مش هنا، لان ده هيبقى اول حاجه هتبقى واصله للنار. المزيكا عماله تعلى. وادي الجمبري. لو في بقى جمبري كبير بديله هقول لكم على طريقه ظريفه قوي للموضوع. الجمبري ده انا هعملها في واحده بس، بس هي المفروض ان هي مش هتبقى في كله. لو جمبري كبير افتحوه كده، فتح كده، وبعدين تعملوا فيه زي فتحات صغيره كده هنا علشان لما يخش على النار شكله ما يتغيرش. طبعا الجمبري ده صغير هيبقى ايه، يعني زي مقبلات، تقدروا تستعملوا مقبلات مثلا تتفرجوا على التلفزيون قاعدين بالليل بتعملوا مع الصوص والكلام ده. اول حاجه دقيق، كده كده ده هتتبهدل. دقيق عشان اخلص منهم مره واحده، هقلبهم كلهم هنا في الدقيق واغطيهم كويس. هياخد شويه وقت. وبعدين كله في البيض. لو كميه البيض ما كفتش مفيش مشكله خالص، هكسر بيضه تانية واقلبها، يعني مش اخر الدنيا. يفضل ده يتعمل بجمبري اكبر من كده وتساب الديل بس. طبعا لما تجيبوا الجمبري بعد ما يتنضف سيبوا الديل عشان يتمسك منه، وبعدين يروح ايه طالع كده. اللي تجهز هحطها هنا. انا بحاول على قد ما اقدر استعمل ايد واحده عشان الايد الثانيه لو عايز استعمل حاجه امسك حاجه ما بهدلش الدنيا. انا عملت كام واحده؟ 1 2 3 4 5 7، يعني 7 يعني بالعافيه يكفوا واحد واحد بس. عايز اعرف بس الزيت اخباره ايه لسه. انا كل ما هسيب الجمبري في الكلام ده هيمسك اكتر. ثانيه واحده بس انضف ايدي. البيض والبقسماط من الحاجات اللي بتمسك يعني، والدقيق بالذات بيفضلوا ماسكين حتى بالليمون مش عايز يطلع. يعني وصلت لأقصى حاجة ممكنة عشان بقى ما بهدلش ايديا تاني. ممكن استعمل دي، اجيب دي هنا كده واقلب كل حاجة. هجيب معلقة، هحاول على قد ما اقدر ان انا ايه ما اوسخش الدنيا.
هو بس المشكلة دلوقتي الهواء أول لما شوية بصمات بتطلع كده بيروحوا طايرين يجوا فيا. أخبار كده ممكن أبتدي أحط الجمبري واحدة واحدة بالراحة وبدأ يشتغل أهو. في ناس عمالة تلعب بالبنانا بوت اللي هي عوامة كده طويلة شبه الموزة مسمينها بنانا بوت، بيجرها المراكبي أو يعني السائل سبيد بوت المركب السريعة، ويقعد بقى يحاول يوقعهم ويقعدوا يضحكوا بقى أهو. وكل ما يقعوا يركبوا يقعوا تاني. كده أنا خلصت الجمبري اللي هنا، هبتدي على طول في الصوص. أنا مش محتاج لا دي ولا دي ولا دي. الصوص بقى الهاني ماستر صوص مفهوش أي حاجة خالص، هما الاتنين دول على بعض وبالمضرب وهقلبهم. فين المضرب؟ أدي المضرب أهو، وأدي المعلقة الستاردة. وبس بيحتاج شوية تقليب كويسين يعني، وكمان لما بتكون يفضل تكون المستردة ساقعة عشان ما تمسكش في العسل. وبعدين شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ ولا حاجة خالص، نروح مطعم ويقول لك ماستر صوص ولا هاني ماستر صوص وشغلانة ولا حاجة خالص. لازم بقى يتضايق، لان هو ممكن لا برضه نرجع تاني، مفيش حاجه اسمها لازم يبقى كذا. لا، لو انا لقيت ان هو عسل قوي العسل زاد هحط مسترد، لقيت ان هو ناقص عسل هزود عليه عسل. كده تمام مظبوط جدا، في طعم كده مسكر وطعم برضه لسعه المسترد. طبعا حضراتكم عارفين الجمبري ما بياخدش حاجه خالص، يعني بنتكلم في دقيقتين ونص ثلاثه. ودايما لما بقلي حاجه الناحيه الثانيه القلبه الثانيه اقل من القلبه الاولانيه، لان بيبقى الزيت اوريدي خلاص يعني درجه حراره الحاجه اللي انا بقليها سخنت كلها. فيعني لو قلنا مثلا دقيقتين على اول ناحيه يبقى دقيقه او دقيقه ونص بالكثير على الناحيه الثانيه. اجهز طبق اطلع فيه، خلي ده جنبي هنا كده علشان اجهز طبق اطلع فيه الجمبري بالمناديل. حاجة حلوة قوي، لو طبعا الناس كلها حضراتكم كلكم عارفين قد ايه العسل مفيد. فمعلومة كده سريعة، لو عايزين لو بتاخدوا معلقة عسل الصبح احلى حاجة تحطوا المعلقة في شوية زيت وتاخدوها كده، هتلاقوا يعني ما يلزقش كده زي ما لزق. يعني معلقة مثلا صغيرة ازازة زيت هنزلها في ازازة الزيت واطلعها اخد منها العسل، تلاقوا العسل بينزل من المعلقة كله مرة واحدة عشان ما تلزقش. مناديل، طلع الجمبري. هوب هوب كل الجمبري، سيبه بس ايه دقيقتين ثلاثة لحد لما ينشف او ينشف من الزيت. على ما يكون عمل كده اسرع سلطة في الدنيا، اربع حتت طماطم بالطريقة دي. وهجيب طبق للتقديم على طول، هي ما فيهاش شغل كتير، طبق للتقديم هرصهم كده. وهجيب فص ثوم بسرعه جدا، وبايديا بقى هحط حبه هنا وحبه هنا، ما فيهاش اي حاجه خالص، اسرع سلطه في الدنيا. ملح، كمون، نشف ايديا بالراحه بقى عشان خلي البلسمك ده لاسع شويه، نقطه على كل واحده حتى اللي بينزل في الطبق ده هيتاكل برضو. هجيب ليمونه بس مش كتير بقى، مش لازم اكتر من الليمون في دي، يعني نقطتين على كل واحده. البذر بس نزل، لسه في بذر.
او حتى اللي هو اللي في الليمون ده برضو يبقى حلو قوي. انا مش عاجباني دي هشيلها، وبعدين بسرعه كده انضف كل حاجه. وادي الجمبري على طول زي ما هو كده، ادي الجمبري والمكرونه. ثانيه واحده، اقلبها كده بسرعه علشان اي صوص فيها كله يلف مع بعضه. ادي المكرونه، فهي دي المفروض يعني الشخص الواحد بياكل من 100 ل 120 جرام. ادي المكرونه، بوله صغيره بقى واحط فيها الصوص بتاع العسل وايه والمستردة بالراحه كده. يبقى انا كده النهارده عملت مكرونه بصوص احمر بالتونه، وعملت جمبري مقلي عادي خالص بالبيض والبقسماط، ومعاه هاني ماستر صوص، سلطه الطماطم. الف هنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده.